القعدة بكل روح رياضية. القعدة الرأي الآخر بكل روح رياضية. القاعدة بكل روح رياضية برعاية سامسونج بلازا. مرحبا بكم في عالم الأجهزة الإلكترومنزلية سامسونج بلازا ستيف. سامسونج بلازا ستيف توفر لكم فضاء واسعا من أجهزة سامسونج المتطورة. العنوان سامسونج بلازا ستيف حيدلاس الشطر الثاني. الهاتف والفاكس 0362-61-10-78. العنوان الإلكتروني samsung-plaza-setif@yahoo.fr. القعدة بكل روح رياضية على الأجهزة الفنية وفي الإخراج وليد شبارة. سلام الله عليكم سيداتي سادتي جمهورنا الرياضي الكريم، حياكم الله، مرحبا بكم معنا مجددا ضمن هذه المحطة الإذاعية الرياضية من محطات القعدة بكل روح رياضية. ومن خلالها دائما نسير ونتابع الأحداث والأخبار الرياضية وطنيا ومحليا. نتحدث عن زيارة وزير الشباب والرياضة لولاية سطيف السيد محمد تهمي، الزيارة التي كانت البارحة بولاية سطيف وأهم القرارات واطلاعه على واقع القطاع. كذلك نتحدث عن النتائج السلبية التي مني بها مؤخرا فريق مولودية العلمة، وكيف يجب على الجميع أن يحافظ على هذا الفريق مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد. نتحدث عن عودة الوفاق من بلوزداد، الوفاق قوي في البطولة لكنه متردد في المنافسات الإقليمية. مرحبا بكم جميعا سيداتي سادتي، باسمكم جميعا نرحب برئيس نادي مولودية العلمة سيد عرس هرادة، شاكرين له تلبية الدعوة. كذلك نرحب برئيس نادي وفاق سطيف السيد حسن حمى. اهلا بكم سيداتي سادتي، نرحب بالضيوف الكرام سي عراس وسي حسن، ونشكرهم كثير كثير حقيقه، نتجاوب معهم ويتجاوبون معنا في كل المحطات، ونحن دائما نسير اخبار مولوديه العلمة واخبار وفاق سطيف، نسعى لتنوير الراي العام واعطاء الى المناصر كل الاخبار على لسان المسؤولين مباشرة. نبقى دائما مع وليد الشبارة وأعود إليكم بعد قليل. يلتحق بنا لحظة كذلك بالاستوديو السيد صالح رزيق وهو عضو اللجنة المديرة لنادي وفاق سطيف. مرحبا بك سي صالح وأهلا وسهلا بك. إذن وزير الشباب والرياضة البروفيسور محمد تهمي قام البارحة بزيارة عمل وتفقد لولاية سطيف، اطلع من خلالها على واقع القطاع ببلدية
مزلوق وكذلك عين ولمان وعين زال وعين رنات، وكذلك تنقل إلى جبل مقرس حيث وضع الحجر الأساسي لإنشاء بيت الشباب هناك، بالإضافة إلى مضمار خاص برياضة ألعاب القوى، كما أشرف على اختتام فعاليات المخيم الخاص بالرياضة الأولمبية الذي انتظم بالمدرسة الوطنية للألعاب الأولمبية. الفرصة كانت لنا واغتنمنا زيارة معالي وزير الشباب والرياضة، وأجرينا معه حوار دام تقريبا 10 دقائق، طرحنا عليه بعض الأسئلة، أبرز الأسئلة وأبرز انشغالات أبناء الحركة الرياضية فيما يخص قضية المركب الرياضي الضخم الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية هدية لسكان المنطقة. تحدثنا معه كذلك عن الاحتراف إلى أين، كذلك تحدثنا معه عن البنية التحتية للمنشآت القاعدية من أجل أن تتحول مدينة سطيف إلى عاصمة رياضية. تابعوا هذا الحوار. معنا البروفيسور محمد التهمي وزير شباب ورياضة. معالي وزير شباب والرياضة، نرحب بك بإذاعة سطيف وجمهور إذاعة سطيف في الاستماع إليك. بداية، استوقفتكم محطات عديدة في سطيف، تعليقكم يعني على المنشآت القاعدية لهذه الولاية. بصفة عامة أنا جد مسرور لأن كل معظم المشاريع في الإنجاز أكثر من 74%، هذا يدل باللي كاين نشاط كبير، لانه نعرف باللي كان تعطيلات وتعطيلات عندها اسباب كثيره، ولكن بصفه عامه 74% من الانجازات انا نظن باللي شيء ايجابي. بصفه عامه المنشآت الرياضيه في مستوى لائق، فيه مسابح، فيه قاعات متعدده الرياضات، فيه ملاعب كرة قدم، فيه منشآت شبانية، والشيء المهم أن في هذه المنشآت الشبانية الجديدة فيه نشاط تاع الشباب، نشاط تاع الجمعيات في مستوى لائق، في المستوى اللي احنا نحوسوا عليه. لابد نوفر فضاءات للشباب باش يبرهن كل القدرات ديالو، والحمد لله عندما نشوف شفنا هذوك النشاطات إن شاء الله هذه الأمور تبشر بالخير. هنا في على مستوى المدرسة الوطنية لابد يكون قطب مهم للنخبة الوطنية، وهذا التربص هذا الأول هذا هو مرحلة انطلاقية للسنة، لهذا السنة المدرسية، ونعود نأكد احنا المهم لنا السنة المدرسية، لأن الرياضي اللي يدخل هنا يدخل باش يعمل باش يكون في المنظمة التربوية باش يدرس في أحسن ظروف ويمارس الرياضة على المستوى العالي مع الدراسة. على ذكر المدرسة الوطنية، علمنا أنها ستتحول إلى مركز وطني للتربصات، هل هناك تفكير في هذا القرار تحويل هذه المدرسة؟ هذه مدرسة أولمبية للمواهب الصغيرة، وتقعد إن شاء الله مدرسة كيف احنا بنينا للشباب باش نوفرهم كل نعود نحوهم لهم باش نعطوهم، لا احنا هذا المركز مخصص مبدئيا للمواهب الشابة ما بين 14-15 سنة حتى 20 سنة، ويقعد تبقى مدرسة. وإلا كاين اللي يتسع باش نعملوا تربصات بصفة عقلانية ما في حتى مشكل، ولكن كاين 300 سرير مخصص كله إلى الشباب. نعم، هل هناك يعني تأطير كافي لهذه المدرسة معالي الوزير؟ التأطير مرتبط بالاتحاديات، الرياضيين الشباب اللي يكونوا هنا هما شباب منتخبين تاع الاتحاديات، وكل اتحادية لابد يكون عندها المدرب الوطني ويكونوا مدربين وطنيين على مستوى هذه المدرسة، وطنيين ولا أجنبيين. نشكر السيد الوالي بهذه المناسبة لأن كانت مبادرة من عنده وموافقة من السيد الوزير الأول،
وقدرنا نهيئوا أكثر من 20 سكن في المدينة للإطارات اللي تكون موجودة هنا باش نوفر كل الشروط للرياضيين والمؤطرين. نعم، معالي الوزير، سكان ولاية سطيف وسكان المنطقة يراهنون كثيرا على المركب الرياضي اللي كان هدية من طرف فخامة رئيس الجمهورية، هل ممكن أن نعرف أين وصلت قضية هذا المركب الرياضي الضخم؟ أنا نطلب من المواطنين ما يرهنوش لأن هذا شيء المشروع موجود إن شاء الله تنطلق الأشغال قبل ديسمبر 2018. نعم. طيب معالي الوزير، في تصريحاتكم وخلال زيارتكم لعدة ولايات قلتم بالجزائر بإمكانها أن تحتضن تظاهرات إقليمية ولما لا دولية للسنوات القادمة بحول الله، هل هناك بنى تحتية بإمكانها أنها تحتضن هذه التظاهرات وتقدم الجزائر طلباتها على مستوى الاتحاد الدولي وغيرها؟ كل المنشآت موجودة، كل الإمكانيات موجودة، ولكن الأولوية كيف نهتم بالنخبة تاعنا. احنا مازال ما اهتميناش بالنخبة تاعنا، احنا الأولوية اليوم ما نحاولش نعمل منافسة على المستوى الدولي، كيف ننظم نفسنا باش نوفر كل الإمكانيات، لأن الإمكانيات موجودة ولكن النظام ماهوش موجود. كيف نعمل باش الرياضيين يتكون عندهم يكونوا في نظام تاع يوفر لهم كل الشروط باش يلحقوا المستوى العالي، هذه هي الأولوية. ومن بعد في أي وقت في أي وقت أي وقت نقدر ننظم منافسات على المستوى الدولي في أي وقت، لأن عندما نشوف المنشآت الموجودة على كل التراب الوطني ما فيش مشكل، ولكن المشكل اليوم كيف نعمل باش الرياضيين خصوصا الشباب، لأن كل الإمكانيات موجودة على المستوى مستوى الرياضيين الكبار وخصوصا على مستوى كرة القدم. كيف هذه الإمكانيات الموجودة اللي أنا نضيعها في كل سنة كيف نستغلها بصفة عقلانية ونوفر إلى الشباب تاعنا الإمكانيات باش يلحقوا المستوى العالي. نعم، على ذكر كرة القدم، الجزائر تدخل الموسم الرابع فيما يخص عالم الاحتراف، هل حقيقة معالي الوزير دخلنا عالم الاحتراف؟ كيف تقول إلا دخلنا الاحتراف وحنا كاين اللاعب يربح 250 مليون 300 مليون في الشهر، هذا ماشي احتراف. احتراف كنت عندما استفاد منه منيح وعندما استفاد منه اليوم أنا في احتراف. قل لي ما هوش منظم، أنا في احتراف ولكن لازم نزيد ننظم الأمور باش نحسنها ونلحق إلى مستوى نتاع الدولة مزيج تعطي الأموال. اعتقادكم على الوزير يعني اللاعب لما يدي 250 مليون شهريا يعني هذا هو الاحتراف؟ نعم هذا احتراف. عند وشنو الاحتراف؟ البروفيسيوناليزم، هذه كونتون بيرسوا ان سالير سي سا البروفيسيوناليزم. والبروفيسيوناليزم اكزيست اون الجيري دوبي دي زاني دي زاني باسكو لو سبور اماتور ما فيش مقابل. المقابل كان لكن الدوله معالي الوزير لازالت تدعم هذا الانديه رغم انها كان المفروض انه يكون تدعيم ذاتي يعني من عندهم انهم تمويل ذاتي يعني لا انتم ترافقون انتم لا فقط. لا هذا غلط. عندما انطلق الاحتراف المنظم كانت مهله انتقاليه. نعم. احنا المهله الانتقاليه مازال احنا نتمنى ان شاء الله اكيد نحقوا المهله الانتقاليه يكون تمويل عن طريق الفرق وحدها. مش حول الانتقال يوكتش. مازال 5 سنوات القانون يسمح باش يكون 5 سنوات إن شاء الله. نعم. هكذا. ولكن أنا في مرحلة انتقالية، يا هل ترى نجحنا ولا فشلنا؟ ما فشلناش ولكن أنا في طريق النجاح. يا هل ترى كاين مشاكل؟ نعم كاين مشاكل، لأن صيغة جديدة تاع النظام مع مسيرين تاع فترة تاع لاماتوريزم، ولهذا يتطلب شويه وقت وان شاء الله الامور تتحسن ومننا على 5 سنوات 2018 ان شاء الله الاحتراف يكون حقيقه في الميدان. نعم معالي الوزير، سؤال اخير فقط على ظاهره العنف في الملاعب، ان شاء الله نتمنى ما نشوفهاش هذا الموسم. الاجراءات والتدابير لاتخاذ يعني احتياطاتنا حتى لا نشهد مظاهر سلبيه مره اخرى في ملاعبنا. محاربه العنف مساله الجميع، رغم ان كاين كل واحد ومسؤوليه ديالو. الحمد لله عندما نشوف السنه الفارطه لليوم نشوف باللي الامور تحسنت تدريجيا، ولكن مساله الجميع، مساله الجميع تبدا من الرياضي المسير في الفريق، المسير على المستوى الرابطه، المسير على المستوى الاتحاديه، المسؤول على الامن والمتفرج. واليوم ان شاء الله في الايام المقبله ينشر القانون الجديد، ينقل القانون الجديد فيما يخص العنف، يحدد المسؤوليات
ولذا احنا متفائلين باللي الامور تتحسن ان شاء الله. ولكن الشيء الاول ويبشر بالخير عندما شفنا الانطلاقه للموسم، انا في الـ في الـ في, في, في اليوم الثالث تاع البطوله الوطنيه شفنا باللي الامور جازت بهدوء، خصوصا في الجرائد في الديكلاراسيون شفنا باللي بصفه عامه الامور عاديه والحمد لله. مصالح الامن ورجال الامن، ربما المديريه العامه للامن الوطني ترغب في سحب رجال الامن من الملاعب، ترغب ماشي رغبه المديريه العامه وحدها، ولكن رغبه المديريه العامه، رغبه الوزاره، ورغبه كل المنظمين على الرياضه، لان الامن مصالح الامن موجوده خارج الميدان، ما لازمش تكون موجوده داخل الميدان. والقانون الجديد قلنا يحدد كل المسؤوليات، ولابد ناخذ المثل على البلدان اللي فاتتنا في هذا الميدان. طولت عليك معلومه، اذا سمحت لي فقط نزيدك فقط سؤال واحد فقط. نعم، رهانات كثيره عن ابناء الحركه الرياضيه تاع ولايه سطيف. نعم. تراهن على تحويل سطيف الى عاصمه رياضيه، يعني اذا كانت دبي عاصمه اقتصاديه، ابو ظبي عاصمه المؤتمرات وعواصم كثيره في الوطن العربي، ابناء الحركه يراهنون على ان سطيف بامكانها ان تكون عاصمه رياضيه. هل الوزاره تنخرط في هذا المشروع؟ واش دخل الوظائف فلوس؟ واش يخص الصيف باش تولي قطب رياضي؟ احنا نتمناو احنا مادا بينا ما تكونش عاصمه على المستوى الوطني، ولكن عاصمه دوليه هكذا، وعندها الصيف عندها كل الامكانيات وكل الموارد البشريه باش تكون على المستوى العالي. الصيف كان بكري في زمان قريب كان فيه رياضات، في السباحه، في كره الطائره، في العاب القوى، في الملاكمه. نتمنى سطيف تعاود تولي المكانه ديالها، لان سطيف رقدت في هاد الرياضات، حوست غير كره القدم. حنا الموارد البشريه الموجوده في سطيف يمكن تعطينا نتائج في كره القدم، ولكن في الرياضات الاخرى ان شاء الله. رساله للجمهور الرياضي اللي راه في الاستماع اليك اذا سطيف. لا سبورتيفيتي لو فير بلاي. ميرسي مسيو المينستر. القعدة بكل روح رياضية. كان هذا البروفيسور محمد تهمي وزير الشباب والرياضة، أجرينا معه الحوار البارحة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مختلف مناطق ولاية سطيف. هذا الحوار نستشف منه بعض نقاط القوة، أبرزها أن المركب الرياضي ضخم، بداية المشروع ستبدأ مع شهر ديسمبر 2013، كذلك أن المرحلة الانتقالية ممددة إلى غاية 2018، والقانون الجديد قريبا سيصدر فيما يخص العنف وتحديد المسؤوليات، وكذلك تأهيل مدينة سطيف وولاية سطيف بصفة عامة إلى أن تتحول عاصمة رياضية، وهذا بإمكانها حسب السيد وزير الشباب والرياضة. نرجع إلى نادي العلمة ونادي وفاق سطيف، نشوف تعليقهم على الحوار وعلى تصريحات وزير الشباب والرياضة. المركب الرياضي سي حسان معالي الوزير قال إن شاء الله ديسمبر 2013 تبدأ الأشغال. إن شاء الله. صباح الخير أولا الأخ نبيل، وصباح الخير كل مستمعين وأحباب خونا هاهنطا. فيما يخص المركب الرياضي الضخم، السلطات المحلية ولا مديرية الشباب والرياضة بذلت مجهودات منذ يعني البروجي هذا تمد لسطيف، ومع الوزير يقول في شهر ديسمبر إن شاء الله تنطلق الأشغال. نتمنى إن شاء الله في شهر ديسمبر، لأن هذا مكسب لكل المنطقة وكل وللجزائر كاملة بصفة عامة. فيما يخص تمديد المهلة تاع المرحلة الانتقالية، نظن باللي باش تمدت زاد التمديد هذا لأسباب العام الخاص يعلمها، لأنه الاحتراف ماهوش ناجح 100%. احنا نظن بلي انا في 20% ولا السيد وزير قال بلي مادام جوار ليدي 250 مليون تسمى هو الاحتراف. هذا الوزير كلام تاعو، احنا ثانية احنا عندنا وجهة نظر تاعنا. نظن بلي الاحتراف ماشي غير في الاموال برك، الاحتراف اولا يبدا في الذهنيات، العقليات تاع الناس كل لازم تخدم
بعقليه احترافيه. كي تشوف يعني الفريق ما عندهمش يشتكيوا من ملاعب، يشتكيوا من المرافق باش يدربوا الفئه الشبانيه، وحنا وكل نقولوا باللي لافينيير تاع لو سبور اون الجيري سي لي جون. كي تشوف ما عندهمش ملاعب وين يدربوا، ما عندكش الامكانيات هذه دو باز، ما دونك المال هاو المال وما عندكش مكتسب، ما عندكش ملعب وما عندكش، دونك ناقص هنا الاحتراف. الاحتراف يقول لك كان كاي تشارج، هو كل كاي تشارج هذا فيه كلش. دونك ان شاء الله ان شاء الله بالفتره اللي زادت تمدت ان شاء الله يكون فيها قوانين اخرى وفيها انجازات اخرين اللي تمكن كل الفرق الجزائريه باش تكون محترفه ان شاء الله. الا تعتقد باللي لازم دوره تكوينيه للرؤساء الانديه باش يعرفوا وين راهم واش حابين؟ شوف الاخ نبيل لازم لقاء، يعني قال لنا نعمل قال نجيبوا التجارب اللي كانت في الخارج كذا، قال ينعتوا لنا، قالوا اذا ما تعرفش الخياطه تبع النفده هكذا يقولوا. الاخ نبيل الاخ نبيل شوف نهضوا شويه ونفهموا بزاف. لاي فورم سبورتيف كي بدات في 77 في 77 ليطالي ميزور داكومبانيومون بداو مع الفرق اوكل 16 ماشي على واحده. دونك هنا كاين انحياز انسيغاغاسيون تفرقه بين نوادي ونادي، لانه انا قلنا ونعاودوا احنا لانه كون نوليو البالماريس احنا كل احتراماتنا لكل النوادي الجزائريه وفاق سليف يفوت قبلها شباب القبائل نفس الشيء. دونك هناك تشوف الايفون سبورتيف بدات في 77 اللي فهوي توحات تمدت في 82 86 وحتى لسنه 90 وين المرحوم كرمالي الله يرحمه دا الكاس الافريقيه وثم حبسوا لي ميزور داكونبانيوم تاع ليطا ولات السياسه تغيرت وبعد ولا كود في من جميع الاصعده حتى 2010 وين المنتخب الوطني والدعم تاع فخامة رئيس الجمهورية باش المنتخب الوطني راح للمونديال ومنها عرفوا باللي لازم الدولة سجا في لا جيستيون تاع لو سبور يا سو مومون لا بداو النتائج. دونك فو با نحبسوا هنا نزيدوا نمشي وان شاء الله ربي يوفق. نعم بالنسبه لظاهره العنف والقوانين التي ستصدر قريبا يعني وين تحدد المسؤوليات؟ اخويا واش نقول لك في الامور هذه اونتيرمون داكور يفو سيفير لانه ظاهره العنف هذه تشوف الخسائر اللي خدت المصالح الامن اللي يعني سانسيرمون الناس تسهر من صباح ربي حتى الليل خسائر من في الملاعب في المنشات المرافق وحنا بامس الحاجه للمنشات والمرافق ونزيدو نكسر. دونك يلفو يلفو سيفير وحنا مع الفكره هذه تاع يتنصوا قوانين ويتحملوا المسؤوليه كسواء المسيرين تاع النوادي الحكام هابطات الفيدراليه الناس الكل مسؤوله على ظاهرة العنف هذه وماهيش قضية فريق برك لأنه كنت تحوس عليها تلقاها لانسين تاعها بزاف. دونك لازم الناس كل تشارك. يعطيك الصحة حسين نرجع إلى سي عرس هردة يعني المركب الرياضي ديسمبر 2013 بداية الأشغال تعليق. صباح الخير سي نبيل. صباح الخير خويا حسان والأخ سي صالح وجمهور إذاعة الهضاب بالجمهور الرياضي الكريم. ظن انه طال الانتظار على هذا المركب هذا اللي طاروا عينينا. نظن انه على حسب كنا نتبعوا في الجرائد يقولوا كل عام يقولوا هذا العام يبداو رسميين، هذا راح يكون مكسب كبير للولايه ككل للرياضيين في الولايه. وان شاء الله نشوفوا احنا ثاني كيكون تتنظم شي منافسة قارية ولا نشوفوا ضيوف لنا ونشوفوا هذا راح يزيد يعطي قيمة للمنطقة. المرحلة الانتقالية والاحتراف لغاية 2018 ثم فهمتوا حاجة عن سيد الوزير، انا فهمت حاجة واحدة اخرى انه قال هو مددناها لخمس سنوات رانا في الربع سنوات وزدنا مددنا عام واحد اخر خمس سنوات، يعني هو على حسابه السنة الخامسة وراح الدولة ترفع مش من السنة الخامسة قال لك 2018 قال 2018 دونك راه عندكم الوقت عندكم الوقت انتم رؤساء الأندية باش تعدلوا الأمور. احنا والله كنا من الناس اللي محيرين بزاف على القضية تاع ترفع الدولة يدها على النوادي وتولي ما كانش سي فونسيون ديطا وحنا ما احنا في مولودية العلمة بالذات ما تقريبا
الاغلبيه تاع المصادر تاعنا هي التمويل تاع البلديه ولا الولايه ولا تسمى الدوله، ما تعرف الدوله، وشويه برك الناس اللي راهي تساهم في اطار سبونسور. دونك من 2018 يعني فرصه مليحه لكم. الحمد لله يا ربي فرصه مليحه لنا، على الاقل نعدلوا روحنا ونمشي وحده وحده ان شاء الله نلقاو حلول. ثم الوقت كفيل باش تقدروا يتعلم الانسان ويزيد يشوف كيفاش يسوي الامور. فيما يخص القانون تاع العنف هذا نستنوا فيه بفارغ الصبر صراحه، لخاطر واحد ما يسلكش من بال البي تاعه ويجي يكسر ويضرب. اول امس عضو مجلس اداره سيد عزيز الميلي تعرض لضرب كرسي من طرف شخص نعرفه شخصيا والله ما يسلك البيت، ومحتفظين بالصور ومحتفظين بالفيديو ويصدر القانون هذا. اول شخص اللي نشكيو به هو هذا السيد، هو يقول سبرك القانون انا طلعت عليه سبرك ولا الشتم يتعرض مولاه حتى العقوبه تاع عامين حبس مع لي كاميرات سيرفيونس مربوطين ديريكتومون مع سونترال اللي يتحرك يروح يجيبوه. هذا قانون راح ينظم الامور. عندكم واحد عضو تعرض للضرب بكرسي ما والله بكل صراحه، واحد يجي ما على باله والو يهز كرسي ولا يهز حجره ويضرب داخل باطن. حتى اللاعب تاعنا فارس حميتي تعرض للضرب بحجر لهنا في صدره حتى نهزوه للسبيطار. وعندكم انتم واحد مسير ضرب ثاني؟ لا ما عندكمش واحد مسير ضرب. الكلام اللي قريته في الجرائد انا كنت حضرت النهار ما كان حتى حاجه من النوع هذا ما شفت. نعم مشكل كبير يعني. القوانين هذا راح تحدد المسؤوليات. القانون هذا راح يحدد المسؤوليات وراح ينظم الامور بزاف على حساب الناس اللي راه يجي اللي راهم يدخلوا للملاعب وراهم يتصرفوا بالعشوائيه هذيك راح يتحملوا مسؤوليتهم. سي عراس الرداسي، حسن حمار، سي صالح الرزيق، اعودوا لكم واعودوا لجمهورنا الرياضي الكريم بعد هذا الفاصل الاشهاري. القعدة الرأي الآخر بكل روح رياضية. القعدة بكل روح رياضية برعاية سامسونج بلازا ستيف. مرحبا بكم في عالم الأجهزة الإلكترومنزلية سامسونج بلازا ستيف. سامسونج بلازا ستيف توفر لكم فضاء واسعا من أجهزة سامسونج المتطورة. العنوان سامسونج بلازا ستيف، حيدلاس، الشطر الثاني. الهاتف والفاكس 0-36-62-10-78. العنوان الإلكتروني samsung-plaza-stif@yahoo.fr. القعدة في كل روح رياضية. نجدد لكم التحية مرة أخرى، نواصل ونتواصل بكم ومعكم القعدة بكل روح رياضية مع ضيوفنا الكرام سي عراس الردى رئيس مولودية العلمة، سي حسن حمار كذلك رئيس نادي وفاق سطيف، وسي صالح رزيق وهو عضو اللجنة المديرة لنادي وفاق سطيف. بعد ما قمنا بوقفة مع تصريح معالي وزير الشباب والرياضة السيد البروفيسور محمد تهمي وأهم النقاط راح نطرق إليها في محطات قادمة بحول الله. نعود إلى العلمة وانطلاقة العلمة هذا الموسم، حيث انهزمت المولودية في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل بنتيجة 4-3، وتنقلت إلى البرج وعادت بنقطة ثمينة حيث فرضت التعادل السلبي على فريق أهلي البرج، كما انهزمت في الجولة الثالثة أمام شباب الصورة بهدفين مقابل هدف. هذه المباراة أثارت سخط الجمهور وحيرة وسط الجمهور الذي كان ينتظر وجها جديدا لتشكيلة العلمة. سيد عراس الردى، تعليقكم على هذا النتائج، هل في اعتقادكم هي نتائج سلبية، نتائج منطقية، أم هي الانطلاق؟ سي نبيل، صحيح الانطلاقة ما كانتش كما نتمنى،
كما كنا نتمنوا. لكن ظن انه الانصار كي تقول الجماهير في حيره. شفنا نوعين من الجماهير، النوع اللي كان متقلق ويطارش بالحجر، والنوع اللي كان يصفق ومأمن في الفريق. فريق ما لازم نتفاهموا ونتفقوا يعني معك ولا مع الجمهور ولا مع اي نادي، يعني المطارشه الحجر وهذه كل هذا السلوك هذا راه في انديه فقيره، في دول فقيره، راحت دول فقيرة يعني تروح المالي، رحنا ولعبنا ثم في مالي ما لقينا لا المطارشة لا والو، في حين أن الفقر كاين والحجر موجود حتى في السطاد. يعني كان مفروض الظاهرة هذه تزول يعني، وهذه رسالة من أخ الإخوة الجمهور تاع العلمة أو كل ولا جمهور وفاق سطيف، هذه المطارشة هذه لازم خلاص تروح، هذه قضية السب والشتم هذه لازمها تروح. كاين عدة طرق تاع الاحتجاج، عدة طرق للاحتجاج، ولازم هذه دعوة للعقلاء ودعوة لأبناء الحركة الرياضية، لأن الرياضة أخلاق، الرياضة حتى كيفاش تحتاج تتعلم كيفاش تحتاج. هذه فقط يعني باش نقولها شيء هام ومهم جدا. تفضل سي عمر. قلت لك الأداء تاع الفريق لم يكن مخيب للدرجة تاع وين الإنسان يخاف على الفريق هذا، الفريق كان يخدم. احنا كمسيرين ونتكلم على الإدارة ككل، مناش لاعبين، مناش مدربين، مناش سيرفيس دوردر باش نتحملوا هذا الضغط كامل. احنا درنا الواجب تاعنا على اكمل وجه، بدايه من وفرنا كامل الظروف كما كان يهضر خويا حسن قبيل، قال لك انا مسلكهم راهم وفرنا لهم كامل الظروف باش يخدموا. نظن انه هذا مجرد تعثرين، التعثر الثاني تاع الثوره الناس كامل على بالها وشني الاسباب تاعها. وشني هي الاسباب؟ هو الحكم المقابله اللي حدد النتيجه النهائيه. الحكم تاع المقابله من 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 كي دخلنا ظهر بلي راح تروح النتيجه للثوره، وانا كنت متاكد بلي راح نعانيو مع الحكم هذا، وين حنا ثلاثه تقريب دي بينالتي اللي وحدها وشافها بالك حسن التلفزيون اللي ما فيهاش نقاش. اثنين وين كنا دومينين باش نسجلوا الهدف الثاني، كوفرون لينا داوها هما اورجو ماركوها، يعني الناس كل شافت هذا. هذا الشيء اللي ما يحير احتجاج الجمهور كان الحكم ولا عليكم؟ تقريبا على الحكم، الاكثريه كان الاحتجاج على الحكم، ولا بكل صراحه الحكم امله عرفته شخصيا ما عندهاش بزاف، تلاقيته في المركير انسان يبان محترم جدا، لكن البارح حيرني، مش مختار اللي نعرفه ولا شفناه بالكلام الطايح اللي كان يقول فيه، حتى الشرطه ما منعوش من جا في حاله ما على باليش انا نقرا في الجرائد يقولوا عنده حسيفه من الاداره، ما عنده حتى حسيفه معي انا وما عنده حتى علاقه ما بي انا، الله اعلم لك شنو مع الناس سبقوني الله اعلم. تو كنتش تلقيته قبل المباراه؟ لا تلقيته قبل رمضان، كانوا كنت في المركير لقيتهم ثم ستاج، كاين واحد لقيته مع واحد المغاربه وتحدثنا شيخنا. انسان قلت لك يبان محترم جدا وسبق له وين في التيران، لقيتو عبد اخر مقابله تاع السياسي العام اللي فات، ودرنا مقابله هنا في سطيف ونخسرنا 3-1 مع فاق سطيف. يظهر بلي انسان محترم. امس ما فهمت والو، كنت نشوف فيه ما عنديش تفسير لوش صرا اول امس. ظن ان تقول بلي الخساره السبب الرئيسي تاعها هو الحكم، السبب الرئيسي تاعها الحكم. ما عندنا سيدي تاع المقابله، هزينا كامل اللقطات. غدو نهار الاحد ان شاء الله راح نروحوا للمسؤولين ونديروا تقرير كامل ونقولوا بلي سيدي راه ظلمنا، على بالنا بلي ما راح نديو حتى حق. اذا الفريق تاعكم المشكل تاع الحكم، يعني الفريق تاعكم لا ما نقولوش بالاقل سي نبيل. انا ما نقولش، انا في اجتماع تاعي مع اللاعبين ومع المدرب ما نحصلش في الحكم. انا في التحضيرات تاعنا كامل مده شهرين نحضروا في الفريق هذا، ونهار ريكريتي ونهار نتكلموا مع اللاعبين نقولوا لهم راح تلعبوا ضد الجمهور ضد الحكم وضد الخصم، حضروا روحكم على الاساس، اللي قادر يتفضل اللي مش قادر يقولنا من درك. هذه ظروف اللي راح تلاقي اي لاعب، واللي مش قادر يتحمل مسؤوليه كيما هذه ما يلعبش ما يديش 80 مليون شهر. طيب تقلقتم بعد الهزيمه وبعد احتجاجات الجمهور سي عرس؟
ابدا. انا لو كان نتقلق وحنا يعني تولي كارثه للفريق. احنا مازلنا متمسكين، ليكيب تاعنا مازالت ما متمسكاش، واللاعبين ولا المدرب ولا وشني راح تكون اجتماعات وراح نشوفوا وراء الخلل ونحطوا النقاط على الحروف. من بين الخلل هو سي امال الحكم المباراه. طبعا احنا المقابله الاولى تاع جي اس كان نتحملوا مسؤوليتها كامله كمسيرين كلاعبين وكذا، نعم. لكن المقابله تاع الثوره 90% كان حدد النتيجه تاعها الحكم، والمسؤوليه ثاني تقع شويه على اللاعبين. زربوا ودخلوا في التسرع وكذا وما كانوش في المستوى. نظن المدرب سيعيش راضين عليه يعني ما خدمته على اداؤه. المدرب ترضى عليه النتائج. ما المدرب ثاني مطالب ابتداء من المقابله القادمه باش يكون في لازم ثلاث نقاط. عندنا شوف نهضر بكل صراحه، تفضل. الموسم اللي فات قال انا كي نجيب 7 نقاط في 5 مقابلات يسمى راني درت بدايه مليحه. هذه المره مطالب باش يجيب 7 نقاط في 5 مقابلات قدامه 2 مقابلات يربح ما فيهاش هذا. يعني هذا كلامي راه مباشر معاه تكلمت معاه. نعم. إذن المحطة يوم 14 القادم ضد فريق مولوديت بجاية. نعم الموب. طبعا. ظن أنه الفريق ما يخوفش. الفريق يعني ما زال ما حققش النتيجة الأولى اللي تمشي. ظن أنه لا خوف على الفريق، وأنا متأكد باللي راح يكون الجمهور مطالب باش يلتف بالفريق. طبعا احنا نقول وش راه مقلقك سي عراس؟ ماكش مقلق يعني بالنتائج والضغط ولا عندنا عليك ضغط؟ انه البدايه كي تكون هكذا تعطي فرصه للناس اللي خلطوا اللي يصطادوا كيما قلت في المياه العكره انهم يقواوا ويتقواوا ويخرجوا صدورهم. هذا هو الشيء اللي قلقني برك متالي. عندي ثقه في الفريق هذا ومؤمن به ومازالني واقف رساله للوصايه تاعنا للسلطات الوالي للبلديه دي جي اس نقول لهم باللي الفريق هذا راهو تعبنا عليه وخدمناه وراح يكون في الايامات الجايين راح يبدا ان شاء الله يحقق النتائج وراح يكون في المستوى ان شاء الله. ما لا خوف على الفريق. الجمهور كذلك لازم يتحيرش. طبعا الجمهور اكثريه الجمهور تاع مولوديه العلمه كان في المستوى نقول عنده حق يتقلق، لكن فيها ناس اللي ما يعرفوش مازال ان شاء الله من هنا والجاي يكونوا في المستوى ان شاء الله، والنتائج هي اللي لازم يرافقوا الفريق. نعم. لما عمل بعد المباراه عمل تدريبات الفريق ما كانش ضغط ما لا اليوم يرجعوا يباتوا في العلم وغدوا الصباح اول حصه تدريبيه. نعم تبدا الحصه التدريبيه ان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله. اذا الجمهور مطالب باش يرافق الفريق. طبعا. وسيد عراس هراده يطمئن الجمهور على مستقبل الفريق. انا والمدرب مطالب باش يجيب النقاط تاع مباراه مولوديه بجايه. طبعا. سيعيش لازم طبعا. قال له ناس بكري لعنت لي حنت يديك. قال المدرب يلا هكذا. صحيح. قال باش غير نرسل لك الرئيس ولا اللاعب ولا الجمهور، لازم كل واحد يخدم خدمته. هكذا سي عراس. طبعا هذا هو المنطق. يبقى معنا سي عراس هرادة رئيس مولودية العلمة. ونرجع إلى وفاق سطيف. وفاق سطيف الذي انهزم في المنافسة الإفريقية أمام النادي المغربي الفتح الرباطي. أبناء الفتح دخلوا فاتحين إلى سطيف وجعلوا من هذا اللقاء نقطة انطلاق لهم في المنافسة الإفريقية، ووفاق سطيف تقلصت حظوظه في هذا المنافسة. سي حسن حمار تعليق. والله واش احنا في البداية كنا ناويين نروحوا حتى النصف النهائي، يعني بعملية حسابية، يعني الحظوظ كما قلت تقلصت لأنه ضيعنا 4 نقاط 4 نقاط، 2 مع تيبي مازامبي و2 مع الفتح الرباطي. درنا نقطة. نظن باللي المقابلة اللي أنا نشوف المنافس اللي كان صعيب هو بيزات، وين حنا فرضنا المنطقة تاعنا في بيزات وكنا قادرين نرجعوا بيزات كامل.
هذا ما ينقص من يقول باللي احنا هذه واش نقولوا القراءه تاعنا الاوليه انه الفريق تاعنا كان الغيابات عندها دور كبير في الفريق. كي تشوف لي زاتاكون تاعك لي كلكو ميليو تاعهم اللي كانوا ما يلعبوش في المقابلات، ضف الى ذلك الخبره تاع اللاعبين اللي ما عندهمش خبره كبيره، ما عدا كاينين ثلاثه ولا اربعه لاعبين اللي عندهم خبره تاع المنافسه القهريه. هذا ما يغطيناش ما خليناش باش حنا نعملوا. مازلت يعني مازلت مقابله تاع تي بي مازامبي ومازلت تاع بيزات، ما تعرفش واش راح يكون فيها. بيتات انا يقدر يكون سير سو دورغاي تاع لي جوار تاعنا ردت فعل، ونقدروا نجيبوا ثلاث نقاط من تي بي مازامبي وتتغير لنا يعني. ولكن باش الواحد ما يمدش اوهام للشعب ولا بعمليه حسابيه، يعني الحظوظ تاعنا ضئيلة جدا في التاهل للدور النصف النهائي. نعم، اذا نقدر نقول هذه جبهه خسرتوها. ما تقدرش تقول جبهه خسرناها، احنا نلعبوا. احنا شوف كاينين اربع اهداف في البدايه، البطوله والكاس، بطوله والكاس وزيد كاس الكاف ولا تشامبيونز ليغ. ان شاء الله احنا نسيو مقابله وان شاء الله في نهايه الموسم. نعم، ماناش رايحين نخرج. في فتح الرباط يظهر الفريق بصوره، لكن في اللقاء البطوله مع شباب الوزاد كان بصوره اخرى. شوف مع لو فيز دو با نظن باللي شوف بغير من الغيابات اللي كاينين، اللاعبين خشوا في المقابله، سجلنا الهدف، ضيعنا اهداف. لكن بعد الطرد تاع اللاعب لغا بطبيعه الحال تلعب 50 دقيقه ادي ساموندا اون ايكيب هي نابيدا لعبوا الهجمه سير اون ايغور تاع دو ماركاج في البيت سجلوا الهدف. هذه هي كره قدم. ما في كاينين في المجموعه تاعنا اربعه وفي المجموعه الاخرى اربعه فرق، رايح واحد يدي الكاس وواحد في زوج فيناليست واحد يديها واحد من ماشي يقدروا يديوها في ثمانيه. دونك فو با الانسان يسمو الانصار لازم يكون الكومبورتمون تاعهم اكزومبل. كيما كان يقول خونا انس باللي الانصار لازم يعرفوا حاجه مولودية العلم، اسكو لوبجيكتيف تاعهم يديروا الشامبيون او لا كوب دالجيري. لازم يفهموا، لازم الناس تكون عاقله وتفهم باللي هذه بطوله 16 فريق كيلعبوا، كاين واحد يدي البطوله وكاين واحد يتكلاسا دوزيام بلاس طوازيام وهانسي دو سويت، وكاينين ثلاثه اللي لا ما فاهمين. الجمهور الرياضي لا. الجمهور الرياضي الشيء اللي ما يقبلش لما يكون الاداء هزيل، لما الناس ما تخدمش خدمتها، لما المدرب ما يخدمش خدمته، لما اللاعب كما يقولوها مش مخش الدريكو تاعو. هذا ولا الجمهور نبيل. شوف ما كانش واحد، انا نتحدى اي انسان يكون لاعب في الميدان وما يحبش يربح ويشمخ الماي. كل كاين في فتره وين اللاعب يكون في مستوى كبير، وكاين في فتره وين يكون يفوت في مرحله فارغ. هذه طبيعه كره القدم وهي ضرب صفه عامه. دونك فو با الانسان لا هو اللاعب هذا. كاين الامورات، كاين الطاقم الفني اللي هو المسؤول الاول عليها، حتى الطاقم الفني هو يحب يدير اللاعبين التشكيله المليحه باش يفوز هو، لانه مدرب معلق بالنتائج. كما يكونوش نتائج رايح هو رايح دو فاكتو رايح ينزعوهم الفريق ينحيو. خلال اللقاء الفتح الرباط كان عليك ضغط رهيب سي حسن. يا الاخ نبيل انا ما كان حتى مشكل، انا كون يخليو اللاعبين ويجي الضغط علي انا نتحمل. انا يعني لي قال نحو الصرف يعرف واش الفاعل ويعرف المفعول. لي قال نحو الصرف يعرف انا نتحمل، وانا عندي برنامج باذن الله ان احنا والمجموعه كامله نحقوه باذن الله. كاينه موندا اولمبيك كي نخلصوها نحزب. دونك انا باش نعني الناس يقول لك اثروا فيا ونبطل، ما نبطل. ما انا راني واجد في وفاق سطيف، انا اسناد وفاق سطيف حتى تخلص المهله يعني للموندا ولا العهده الاولمبيه. غير لك واحد مات ولا هذيك حاجه اخرى ولا صعيب باش اسمه. انا قاعد نورمال، والناس كاين الناس اللي قابله العمل وكاين الناس ماهيش قابله، كاين الناس اللي محرضه كاين الناس مش قبل حتى النتائج ايجابيه. الناس كاينين اعداء النجاح، كاينين اعداء النجاح. دونك حنا نقولوا ربي يهديهم، حنا ما ينقصوش من العزيمه تاعنا. وبدليل تناقلت لشباب الوزاد مع المجموعه وتكلمنا وجاب ربي الخير وفزنا،
عادي هذه هي سن حياه نربحوا نخسروا. فضل لغط على المدرب في لود او رايح ام رايحين النحي، وانت اكد في المناسبات عديده انك متمسك به، وبعدها لما يكون خلل احنا قلت انا يبدو لي راكم حاطينه على الحاشيه. لا شوف لا جات قال نكملوا مع مسي في لود، لا كاش خلل قال يلا يكون كبش في ذا. شوف الاخ نبي نمشي سمح لي بهذا. لا لا نورمال خويا تكلم بكل حريه، وحنا انا باش الراي العام. نعم نعم. شوف الاخ نبي دوك اي مدرب في العالم مورينيو ما دارش عطى لي زوبجيكتيف تاعو مع الريال جابوا انسيلوتي نورمال. هذه هي هذه قاعده مدرب معلق بنتائج، ماشي احنا في جوله ولا في زوج قال المدرب هذا ما داروني ولا خسروا قال نحيك. لا لا نعرفوا الاسباب، وهل احنا لازم نفهموا حاجه، اللاعبين اللي عندك التشكيله اللي عاد عندك تشكيله مليحه ثريه وفيها لاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره كي ما يكونوش نتائج نقولوا للمدرب بس على عاد انت التشكيله والبيجي اللي درتو انت في بدايه الموسم بيجي تاع مانتي راه دوموندي لا لون من المدرب هذا قال لازم تجيب الشامبيون ولا نحيك. لا لا فو با ثاني، وحنا ثاني مسيرين والمسؤولين نتهربوا من مسؤوليتنا لازم نتحملوها احنا ثاني. ما نقولوش غير مدرب ولاعبين وانصار، احنا ثاني هل وجدنا وفرنا كامل اسباب النجاح باش الفريق تاعنا ينجح؟ يقدر الفريق يمر فتره فريق جوله زوج ثلاثه، احنا في السنه اللي دينا الدوبلي كات جورني لا سينكيام جورني يا في ان سيغ سودور غيت على جوا اربع جولات، احنا المدرب كاين ومحبين نهضروا وقلنا ثقتنا في الفريق هذا كبيره وان شاء الله الفريق هذا يقول كلمته. نفس الشيء سنا ان شاء الله الفريق تاعنا يقول كلمته في البطوله وفي الكاس وفي الشامبيونز. اذا ما فيش حديث يدور حول المدرب في لود والطاقم الفني تاعو. شوف باش ما نخبيش عليك كاينين امورات داخليه اللي احنا تكلمنا احنا بيان سي الواحد لازم لانه التشكيله اللي نهضروا عمليه حسابيه والمدرب يشهد بالكلام هذا ولا كان يسمع فيه هو الطاقم الفني يبيف هو يقدر حتى ينتفنيو باللي التشكيله تاع السنه مقارنه بالسنه الماضيه ولما قبلها احسن. نعم دونك العجينه لا بات راهي في يد المدرب هو اللي يعجنها، لا ما عرفش يعجنها راني توبليجي باش نحي وسطاف تكنيك. نعم هذه قاعده، هذه ما كيما يقدر ما تمشيش ليكيب تاع ستاف تكنيك من بعد لازم يروح للبريزيدون وستاف تاعو، هما لا يتنحى اللاعب ويتنحى مدرب وستاف تكنيك هذا ما يتوشاش ديريجون ثاني هو يتوشا. دونك هذه نعم اذا في لود مطالب باش يخدم ويحقق نتائج ايجابيه، احنا مخلينه يعمل وفي هدوء وكامل الصلاحيات عنده ونتحدى انا اي رئيس في الجزائر وين السنه الماضيه عنده زوج لاعبين من احسن اللاعبين الدوليين وكان الفريق بأمس الحاجة لكن غلطوا من ناحية الانضباطية نحيناهم ومشينا مع المدرب وخسرنا النصف النهائي مربحنا المجموعة. نعم. احنا عنده كامل الصلاحيات يخدم. اذا البطولة ووفاق سليف البطولة عاد من بالوزداد بنتيجة ايجابية، تنتظروا مباراة مهمة كذلك اليوم مع مولودية وهران. سي صالح رزيق عضو اللجنة المديرة مجدين روحكم للمباراة اليوم. السلام عليكم وصباح الخير ونشكرك على الدعوة دي. أنا اللي قلت لازم سي صالح يجينا اليوم. إن شاء الله. صالح من العناصر النشطة في إدارة نادي وفاق سطيف، لا يناقش ولا يجادل، يطبق مباشرة أي قضية سواء كانت على مستوى سطيف أو خارج سطيف. وش قال سي حسن؟ يعني هو في الخندق هو يعني هو شوف احنا كي نتلاقى أنا والدكتور عزين عرب وسي سنسوي ولا قال أنت مكلف مثلا تكلفنا بالشقق تاع اللاعبين يروح يطبق ما يحبش يفهم، قول له عندك ميسيون الاجي روح ديرها يروح يديرها ينفذ وما يحبش وما يسقسيش يعني له دور يعني ايجابي. هذه يعني الناس هذو راهم يخدموا بقوه وانا بجوان ديسيجون. نعم سي صالح ان شاء الله مباراه اليوم تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله بربي ان شاء الله فيها نتيجه ان شاء الله. قمتم بالفرقة لباس كل شيء تمام كما يقول كل شيء تمام مضبوط الأمور مضبوطة إن شاء الله ما. نعم اللاعبين راهم لباس صافي فيك كل شيء باهي باهي إن شاء الله. واش حاب يقول سي صالح؟ واش نقول احنا ما احنا الدور تاعنا بربي إن شاء الله نجيبوا لي تروا بومون تيبيرا زومبي ونجيو مروحين ماكش حابس عليها تاع بربي إن شاء الله هذيك هي احنا غسلنا يدينا ولا لا لا مازال مازال أمل إن شاء الله مازالت الله بربي إن شاء الله مازال له. نعم سي صالح راه مركز كثير كثير على المنافسة الإفريقية وحاب يروح بيه
هو يدير لي في الضغط. يدير لي في الضغط. مش حابس عليها. مش حابس عليها. يقولوا أنا بقول بلي. فك علينا. الضغط تاعنا هي متقزوة قالك جيبوا ثاني قد. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فكرني بالحاج رشيد صالحي. الحاج رشيد صالحي اللي قال لازم تجيبوا القوطي الفلاني القوطي الفلاني غير القواطر لازم يجيبهم. أنا واسي سي صالح ثاني مركز عليه حاب يروح بعيد. إن شاء الله. طيب إن شاء الله مباراة اليوم ترتيباتكم وتحضيراتكم سي حسان. احنا واش نقول لك مقابله صعيبه نسينا مقابله شباب بالوزداد نخمو في المقابله هذه ان شاء الله ان شاء الله اليوم يكون يعني باهر هنا ونحل علامه النقطه نحلوا كما يقول لك بايونتيز وين احنا على فيديراسيون الطاقم الفني تاع المنتخب الوطني طلب 3 لاعبين خديريه قاوي وزيتي طلبهم وقال لك لا في تاع الماتش تاع المسيون نطلقوهم ولا ديرنيير مينيت المنتخب الوطني ما طلقهمش سما لاعبين احنا تاعنا هو اللي ديسيدي على لا بلاص تاعنا احنا احترام للفيدراليه وال احنا قضية تعلق بالمنتخب الوطني منتخب وطني على رصاننا ما كان حتى مشكل اللي ان شاء الله نتاهل لان احنا هذا يمثل الضيبو الجاي يمثل العالم الوطني ما كان طريقه تاع المعامله ما كانتش في المستوى المهم ان شاء الله احنا ان شاء الله نفوزوا اليوم فيه لاعبين ثاني ان شاء الله يزيدوا يخشوا وان شاء الله بيوفقنا نفوزوا بالمقابله يكون ان شاء الله العنصر يجيو ويباكونا من هذيك السب والشتم هذاك تاع لانه يا تاع الواحد كيسب ويشتم واحد الوالدين تاعو كاين اللي باباه ميت كاين اسمه نظن بلي عيب كبير وحنا في مدينه وين الانصار تاعنا الدوله كوبا الدوله الميور سيبورتير في 2007 و 2008 على المستوى العربي يتوصل الكلام القبيح هذا نظن بلي العلاقه تبقى لازم تبقى علاقه وطيده بين المناصر والمسيه واللاعب احنا فامي واحده وكي يقولوا فامي واحده الكلام القبيح ما يتقالش في العائله الواحده وحنا ناس وحنا انا في يوم جمعه ان شاء الله ان شاء الله احنا يوم عيد المسلمين يسمح لنا يوم الجمعه ان شاء الله المظاهر السلبيه الغير حضاريه ان شاء الله تزول يعني نقصوا منها وهذه اللي جيد بروجيكتيل الناس ما يش فاهمه كي طيش جيد بروجيكتيل جيت هذا في حاله ما تسلك البي تاعك ب 20000 ولا 30000 كي طيش بروجيكتيل راح يجينا انامون تاع 5 ملايين نعم ودون بعد تقولوا الاداره واللاعبين والطاقم الفني لا مزياكم انتم راكم تعاقبوا فينا راكم تعاقبوا فينا دونك نطلب منهم يكونوا ناس واعيين يساندوا الفريق تاعهم وكيما كانش كي يغضبوا على الفريق كاين كيما انا كاين لا انا مديرين لي ساتيليت ونشوفوا اسيدي كاينين لي بابي دوك لي مشوار بلو يعبر على الغضب تاعهم وهذه هي طريقه حضاريه باش احنا اذا راح نفتح المجال ان شاء الله للانصار راح نعمل برنامج المقهى الرياضي اللي يكون فضاء للمناصرين باش يتحدثوا ويعبروا على رايهم بكل حريه وعلى احتجاجاتهم كذلك ما فيش مشكله ولكن نقول لابد علينا ان نتجنب السلوكات الغير اخلاقيه والغير حضاريه التي لا تخدم المناصر ولا تخدم الوطن ولا تخدم الفريق ولا تخدم الناس لانه الناس لما تشوف حتى المسير ناس عندها رغبه باش تعاون فريق وتصير فريق لما يشوف السبان يقول لك ما نجيش لهذا الميليو هذا الميليو هذا ما ندخلوش وبالتالي لانه باش انسان يجي يقدم خدمه ويتحقدروا قال لك لا اخويا نحكم داري اخ نبيل باش نقول لك نقطه برك نولهك شوف احنا في ستيف النتائج الحمد لله يا ربي الفضل ربي سبحانه للاعبين للانصار للسلطات المحليه للناس الكل احنا ما عندناش فضل احنا كمسيرين ما عندناش فضل هذا واجب علينا نخدموا الفريق تاعنا لنعزوه ونقدروه لكن كاينه حاجه ما شباب قسنطينه الجاه تاعنا دار مرتبه ثالثه اسبوع ما يفرح احنا بطوله قلبوها لنا دينا بطوله طاشا والسبان وبناء وكل شيء يعني تتصوم يعني وقيل الناس هذو شبعوا وقيل الله اعلم شبعوا دي تيتها دنق الناس راهي تمد اموال كبيره باش تدي بطوله برك حنا الحمد لله يا ربي المدينه هذه يا ربي وهذا الفريق هذا سخروا باش يدير الالقاب والتتويجات ها مولوديه العلم متولى ها وهنا واسمو
خاصه وسموك متمني وقال لكم اوبجيكتيف نروحوا السيزيام ولا السانكيام بلاص. حنا نديو بطوله ونشتموا بدانا ومواتنا عيب. ان شاء الله نتجنب هذه السلوكات سواء كانت في ملعب سطيف ولا ملعب العلمان. نقول كذلك دعوه صريحه باش تخلوا الناس تخدم, خلوا الناس تخدم, خلوا الناس تخدم, اعطوا لهم فرصه. كاين محطات للتقييم وكاين فضاءات كذلك للتعبير. تجنبوا السب والشتم ورمي الحجاره والسلوكات الغير حضاريه والغير إنسانية أقول, وتحت السطر لا إنسانية لما نسب ولا نضرب الناس هذا سلوك مرفوض تماما. ورح نفتح مجالات إن شاء الله في محطات قادمة بحول الله. سيد رئيس نادي مدرية العلم مع رأس الرادة, شكرا لك. سي حسن حمار رئيس وفاق سطيف, شكرا لك. سي صالح رزيق عضو اللجنة المديرة لنادي وفاق سطيف, شكرا لك. شكرا لكم سيداتي سادتي على كرم صغائي والمتابعة. ألقاكم بخير.